كنشكر جريدة الأيام 24 على الاستضافة ديالي. دونك كنا شفنا هذيك لا فيديو اللي خرجت البارح اللي فيها هذيك السيدة اللي هي أخصائية ديال التجميل اللي كتقول اون غرو بأنه شافت خديجة وبأنه ما عندش الشعب المغربي لا شي يتضامن معاها، لأنه هذاك الشيء كله اللي كتقول كذوب. وكتقولنا في الاخر ديال لا فيديو بانه دوغينافون دو كنتقصاو الحقائق قبل ما نساندو شي حد، وكتهضر لنا على السمعه ديال المغرب، وقالت بزاف ديال الحوايج اللي غادي نطرق لهم نقطه بنقطه. اول حاجه بغيت نسول الدكتوره، بغيت نسولها اشنو هما اهداف الزياره. انتي انتقلتي الى منطقه ولاد عياد باي هدف؟ هل هو بهدف المساندة أم هو بهدف تحقيق؟ إذا كان بهدف التحقيق، واش عندك الأهلية باش تحققي؟ واش أنت محققة؟ واش عندك الشرعية باش تحققي؟ واش أنت موكلك شي حد، موكلك المحكمة ولا وكيل الملك ولا هيئة المحامين، شكون اللي موكلك بالضبط؟ إذا كنتي في رحلة تحقيقية. ثاني سؤال، هذاك لو تيمونياج اللي كتعطينا، هذيك الشهاده اللي كتعطينا، منين ناخذو؟ من اش من زاويه؟ واش ناخذو من زاويه انه انت اختصاصيه، دونك اللي قلتي لنا غادي نقولوا لك مرحبا لانه لو دومين ديالك هذاك. واش هاد الشهاده اللي عطيتينا شهاده ديال اختصاصيه ولا شهاده ديال طبيب نفساني؟ لانه كتدخلي لنا لا بروفيسيون ديالك مع توسك هي بسيكولوجيك، وليتي كتهضر لنا على الحاله النفسيه ديال السيده، وانه ما باينش فيها بانه مقصحه وبانه واقفه وبانه صحه احسن من صحتك ايتترا. لانه نورمالمون كاين اون بسيكولوجي، وحنايا قاريين هادشي عارفين بانه اون بسيكولوجي سكون ابل لو ديني. لو ديني هو انه الانسان كتوقع له شي مصيبه ولا كيفقد شي حد عزيز عليه ولا كيوقع عليه واحد لو شوك اللي كيهزو، وكيجي راسو بحال كيحلم اي نو رياليز با. دونك حنا ان طون كو دي جون فورمي عندنا تكوين في الجانب النفسي كنعرفوا هذه القضيه هذه، انه كل واحد كيفاش كيمتص الصدمه. كاين اللي دغيا كيبكي، كاين اللي دغيا كتبان فيه، كاين اللي ما كتبان فيه لا شحال. دونك واش هاد الشهاده هذه شهاده مهنيه بحته ولا شهاده شخصيه؟ انتي كتقولي لنا شنو بان لك، لانه الا كانت هذه شهاده شخصيه غادي نعتبروها شهاده شخصيه، وسمحي لنا اننا نعتبروها شهاده شخصيه من الالف الى الياء. منين بديتي لو تيمونياج ديالك حتى الاخر ديال التيمونياج ديالك غادي نقولوا بانه هذا سي ان افي بيرسونيل. الا هي شهاده مهنيه فما تهضريش على كيفاش لقيتيها ولا واش بخير وعلى خير ولا ماشي بخير وعلى خير، لانه بزاف ديال الحوايج الدكتوره انت ما عرفاهمش. مثلا كيفاش هذيك السيده دوزات النهار ديالها؟ حنا كجمعيه، جمعيه انصات، جمعيه حنا معاك انصات بمراكش، انتقلنا عند خديجه ودوزنا معها براتيكمون طول لا جورني، كنجيو معها لو كوتشين، كنجيو معها لاكومبانيمون، كنجيو معها الدعم النفسي، وكنقولوا لها بانه ماشي هذه هي خرس الدنيا، وبانه باقي قدامها المستقبل زاهر، وهذا الشيء غيولي غير تعاويد. دونك اون لا فريمون ريكونفورتي. ومشينا معاها ودرنا لها لي زاناليز، ولي زاناليز خرجوا مزيانين. يعني اي واحد في العالم كان ديبريمي، كان مكتئب، وجا شي حد عرفو شد الطريق وجا عنده عيان وهذا، راه كيفرح به. دونك بيتاتر كو فرحات بك استاذه، بيتاتر كو هذاك الشيء اللي شفتي لانه كانت كتسناك، لانه حنا منين جينا عندها وهي كتقولنا راه كيقولوا لنا بان راه واحد السيده جايه من الامريكان وكيهضروا عليك استاذه على اساس انه انتيا هي الحل لكل المشاكل ديالهم. دونك هذيك السيده كانت كتامل فيك الخير غير بوغ فو ديال ما عليناش. كتقولي بانه المنزل عادي، المنزل عادي بالنسبه لك دكتوره، هذاك المنزل يمكن لك تعيشي فيه، المنزل معري اللي كيعطيك فكره على كيفاش هذوك الناس كيدوزوا الخريف وكيفاش كيدوزوا الشتاء اي سي بيغ. هذيك الاسره ضعيفه، وحنا هذاك المنزل شفناه بعينينا، هو كبنا هذاك الشيء عن قرب. كتهضر استاذه على التشوهات وكتقولي بانه التشوهات قديمه، كاين القديم وكاين الجديد، وكاين الاوشام اللي دارتهم هي بيديها
وكاينين الاوشام اللي تداروا ليها، وكتقولي بانه هذوك الاوشام اللي دارت هي في يديها راه باش تغطي لي سيكاتريس ديال دي كود كوتو ديال ضربات ديال الماس. واش بالنسبه لك هادشي ساهل انه قصير تضرب راسها بالموس عادي؟ دونك انا غنهتم اكثر بان واش كذبات ولا ما كذباتش، وما غاديش نهتم بالجانب الانساني انه هذيك السيده راه ضربه راسها. اسكو فو كومبرونيز كو سافي ديا عرفتي شنو هي؟ الانسان يضرب راسو صافي تا كو وصل للحضيض، وصل لادنى درجات الياس اللي ما بقى ليه والو يقدر يقتل راسو. دونك اسكو فوزافي بري سا اون كونسيديراسيون، ولا توقفتي على في الفكره ديال واش هي اللي دارت ولا ماشي هي اللي دارت، واش هي كذابه ولا ماشي كذابه؟ راه نورمالمون خاصنا نهتموا بابعد من ذلك، راه كاينين ابعاد انسانيه خاصنا ناخذوها بعين الاعتبار. اما بالنسبه للعداله، العداله راه غتاخذ المجرى ديالها. الا شي حد بريء راه غادي يخرج، والا شي حد متهم وتبتت عليه التهمه راه غادي يتعاقب. حنا ما كندخلوش في الشق القانوني بصفه نهائيه، حنا اللي كيهمنا هو الشق الانساني. اي او ديرنيير نوفيل، البارحه انا اتصلت بخديجه وهضرت معها اون بيرسون. خديجه بعدوها على المنزل ديالها لانه الي تارسولي، كاين واحد لارسيلمون، كلشي كيعايرها كلشي كيسبها. وانا ما فهمتش البارح لان انا ما جي با رياليزي، مي كان واحد شي شويه طلع لها لو مورال، ودابا لو مورال ديالها هبط. هذيك السيده اللي ما كانتش كتشرفنا حنايا كمغاربه، شنو نديرو لها؟ نرميوها؟ اللي ما عجبناش حنايا نرميوه باش ما نتشاركوش مع نفس الجنسيه، حيت كيحشم بينا قدام الاخرين. جو سوي فريمون ديزولي، كتعذروني وكتعذروني بزاف. كيقول واحد المثل بالدارجه وسمحوا لي واخا قلتو لكم والناس ديال زمان غادي يفهموني في هذا الاطار، كيقول لك يديك منك واخا تكون مجدامه. صافي تا كو بو امبورت، هذيك يديك ديالك ما يمكنش لك ترميها، اذا كتعالجها وتحاول ان تساند. وكنغلبوا الجانب الانساني لانه هي خديجه وهي خديجات، باش يوصل بنادم انه يضرب راسو راه سي با فاسيل. عاد نهضروا على شكون اللي دار لها هذاك الشيء في دي بارتي اللي ما يمكنش لها توصلهم بيديها. هذيك السيده قصير، شي واخا تقول شي حد تقول ليه دير ليا، ما خاصوش يدير ليها. علاش؟ لانه قصير، لانه ما عندهاش لي فاكولتي نيسيسير، ما عندهاش لا فولونتي ميم جوريديك نيسيسير باش تقرر راسها بوغ ديسيدي بوغ ايل ميم. انا كنادي المغاربه كلهم الله يعطيكم الصبر، اللي ما بغاش يعاون غير ما يسبش، غير ما يعايرش، لانه داكشي كيهضر في القلب. وهذيك المعنيه بالامر فاش كتشوف الناس كيسبوها وكيعايروها راه كتعقد اونكور بلوس. وراه تنبقاو طلعنا ولا نزلنا راه تنبقاو مسلمين، راه حتى حد ما عنده الحق انه يحاكم الاخر، وحتى حد ما عنده الحق انه يجي ويقول بانه هذا مزيان وهذا ما مزيانش. راه ما عرفتي الوقت شنو مخبي لكل واحد فينا، واللي عنده الولاد كيخاف. انا تنهضر معكم بطريقه زعما مبسطه تري تيغاتير، اون سي با سو كو لافنيغ نو ريزيرف. واليد في اليد كلهم المغاربه يتكاتفوا، عند خديجه عند فاطمه عند عيشه عند علي عند محمد، كل مره نمشيو نساندو واحد. وماشي شغلنا فاش كيكذب ولا ماشي كيكذب، لانه حنا ماشي القضاء، حنا ماشي القضاء، والله سبحانه وتعالى هو اللي كيحكم على الناس في يوم البعث. تحت ما عنده الحق انه يحكم على واحد اخر. دونك الله يعطيكم السر، واحد شي شويه ديال الانسانيه في هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع هذا الا تجرد من الانسانيه كيولي كيف ما نقول لكم كي غنقول لكم كيولي شي شويه تري با، كيولي لو نيفو تري با. دونك نحاولوا اننا نطرفوا عافاكم، نحاولوا انه نهتموا بالسمو، ما شغلناش حنا اللي يكون بريء يكون بريء واللي ما يكونش بريء ما يكونش بريء. هذاك الشيء شغل القضاء، والقضاء المغربي نحن نثق فيه، والقضاء المغربي غادي ياخذ مجراه. اما الجانب الانساني والجانب الاجتماعي فشغلنا حنا كمجتمع مدني، كناس ك ك ك كشعب مغربي اللي فيه واحد الحاجه زوينه بزاف، هو انه شعب حنين، حنايا حنان. دونك نساندو هاد البنت هادي، ولا ما لقيناش نساندوها غير ما نضروهاش. وشكرا جزيلا.